نعم إن شاء الله. لماذا ابتعد الناس عن الكتاب أي عن القراءة بصفة عامة وما السبيل إلى الرجوع إلى ذلك؟ سبحانك يا ربي سبحانك يا ربي لا إله إلا الله محمد رسول الله. السؤال تاع الأخ تاعنا لماذا ابتعد الناس عن القراءة وما السبيل إلى إلى الرجوع إلى هذا الأمر؟ أولا إن أول ما أنزل على نبي خاتمة الأمم هي اقرأ باسم ربك، اسمع مزيان. فلم يقل الله تعالى لنبينا وحد الله، ولم يقل له صلي، ولم يقل له زكي في أول ما خطب به من الوحي، قال اقرأ، لأنك لا تستطيع أن تقوم بأية حركة في الكون إلا إذا امتلكت تصورا حول تلك الحركة كيف تكون، منطلقها، منهاجها، خاتمتها، هكذا. فكان لابد للإنسان أن يتعلم. هذا الأمر منين؟ منين هذا الأمر؟ منين هذا الأمر؟ منين جاي؟ من الله، ياك زيد. لمن هذا الأمر؟ النبي صلى الله عليه وسلم، ومنه إلينا. فالأمة لا تعظم القراءة وتجعلها عبادة إلا إذا كانت تعرف أنه أمر من الله، بل إن الله جعل أمر القراءة لعباده قبل أمره بكل الأمور، فلا يحل لامرئ أن يقدم على فعل أي شيء حتى يعلم حكم الله فيه. إذا علمت أنه أمر رباني، إن العبادات لا تستقيم إلا بالعلم، وإن المعاملات لا تتحسن إلا بالعلم، وإن التنمية لا تعتمد إلا على العلم، وإن النجاح في الدنيا لا يبتغي سبيلا إلا العلم، وإن الفوز في الآخرة لا يبتغي إلا العلم. فمعرفتك مصدر الأمر زيد، تعرف منزلته بمعرفة الآمر، هذا الأول. ثانيا أنه قال اقرأ، الله سبحانه عز وجل أخبر ما يقول لك صلي، عنده الأولوية، لكن قال اقرأ باسم ربك. فالناس إذا علموا أن القراءة هي سبيل للترقي الإيماني كما هو سبيل للترقي المادي، الله أكبر، انطلقوا للقراءة. هذا واحد العدد تاع الناس يقول أريد أن أقوي إيماني، أريد. ليس هنالك وسيلة لتقوية الإيمان أعظم من القراءة. الله قال اقرأ باسم ربك الذي خلق، شوف، فربط القراءة به الخلق. زيد، اقرأ وربك الأكرم، اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان بالعلم. يعني أنك إذا أردت أن تتطور كما يتطور الجنين في بطن أمه تطورا ماديا من العلق، فإنه لا يجوز لمن أراد التوازن وتحقيق التوازن في ذاته وفي الكون أن يترك الجسد ينمو ويترقى وينتقل من مرحلة إلى مرحلة ويترك ترقية العقل. فإن الأجسام إذا تضخمت وارتقت ماديا دون أن يصاحبها ارتقاء فكري بالقراءة، فإننا سنحصل على أجساد كالبغال وعقول كالعصافير، واحتاجت هذه الأجساد الضخمة لمن يفكر لها ويفكر لحلول مشاكلها ويفكر حل أزماتها. فهم وجودهم في الأرض ثقل على الناس، كل على الناس، أينما توجهه لا يأتي بخير. احنا غير حال الأصفار، اسمهم بغثاء كغثاء السيل. فكما أن العلقة في بطن الأم والرحم تتطور أطوارا،
وتخرج جنينا وتتطور طفلا شابا كهلا شيخا، إياك أن تهتم فقط بتطوير بنائك الجسدي. هذا يحدث بلا ما تفيق أنت، غيكل وشرب وراك تنمو، فلا ينبغي أن يلهيك هذا وينسيك على تنمية فكرك وتطوير عقلك بالقراءة. ثالثا، أن القراءة بسم الله هي قراءة في أحضان الإيمان، تربط المقروء بسنن الكون الله، فتجعل القراءة سبيلا لتحصيل ما يسمى بمخافة الله، إنما يخشى الله من عباده العلماء. فالعلم الحقيقي الذي لن يكون حجة عليك إنما يكون حجة لك هو ليس علم اللسان، هو العلم الذي يؤدي بك إلى تعظيم الخالق وهيبة الخالق ومراقبة الخالق، علم يقربك بربك، علم يكشف لك الحجب التي تحجبك عن الحقيقة، لأن العلم علمان، وأخطر العلوم أن تصاب فيه هي البصيرة، إنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور، فربك تراه بنور الإيمان وتقترب إليه بالإيمان بقلبك وتستشعر السكينة في كل ما ذكرته. قال الإمام ابن تيمية: في هذا الجسد جوع لا يسده إلا ذكر الله، وظمأ لا يطفئه إلا كثرة ذكر الله والإنابة إليه والإخبات إليه. هذه الثالثة. الرابعة: أننا بدون قراءة نجلب العار على الأمة التي كان الخطاب الأول فيها اقرأ، فقام أجدادنا بالقراءة وتحررت عقول من أغلال من كان يدعوهم لترك القراءة، فصاروا أئمة الهدى، كانوا رعاة أغنام، فصاروا قادة للأمم، وضعوا القرآن في أيديهم يقول لهم: أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت؟ علوم بيولوجيا صارت جامعات إشبيلية وقرطبة ودمشق وبغداد هي مزارا لكل الناس في أوروبا المظلمة، فأخذوا أصول العلوم البيولوجية من جامعاتنا. في السماء كيف رفعت؟ الجيولوجيا خرجت من عندنا. الجبال كيف نصبت؟ جيولوجيا. الأرض كيف سطحت؟ إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله، ذلك الدين القيم، فكانت الرياضيات من الدين. فإذا بالخوارزمي يخترع نظريات الخوارزميات للوغاريتم التي هي لحد الآن أصلا من أصول علوم الرياضيات. كلوا واشربوا ولا تسرفوا، فيأتي ابن النفيس ليكتشف الدورة الدموية ونشاطها وكيف تعمل، وليس ويليام هارفي كما يدعي الغربيون. ويتحدث المولى عن الأرض والجبال، ويأتي الزهراوي ويرسم خريطة العالم ويكتشف البويصلة، ثم تهدى إلى شارلومان، فلما دقت بيده ألقاها وقال: شيطان، إنهم حينما قرأوا سادوا وعلموا وقادوا، وحينما سار أبناؤهم وقد تركوا القراءة صاروا أذنابا. قال لك هذه اللي هنا في صبنيول اللي يقولوا لها آخر معقل في الأندلس اسمه 1492 غرناط، من تمشي للقصر تاع غرناطة تمشي لذوك السبوعة شحال من سبع دايرين ساعة بالسبوعة تخرج لك من هنا ظهر. منين جاو لها الغربيون في القرن ما عرفوش كيفاش دير تخدم، بقاو يدوروا هالرسو السبوعة باش يعرفوا كي دير تخدم.
شوف سيدنا فوقاش داروا هذه العملية المعقدة، وجاءوا الناس في العصر الحديث من غير العرب حينما دخلوا إلى هذه الأرض فبحثوا عن سر كيف تعمل فلم يهتدوا، وما كان منهم إلا أن أفسدوها. واسمه قوي يقولوا واحد الله واش بالصح هذو اللي داروا هالاكتشاف ومجدود هذو ومجدود هذو؟ نعم هم أجدادنا وبهم نفتخر، وإحنا عندنا علماء، لكن سياسات تعليمية أرادت عياذا بالله أن تزرع الأمية والجهل في الأمة، لأنهم يعرفون أنهم لا يسيطرون على هذه الأمة إلا إذا جهلوها كي يتحولوا إلى أسياد ونتحول إلى عبيد، لنضمن لهم تدفق الخيرات ومصالح من هنا هكذا. إذا فلا مكان لنا تحت الشمس إذا لم نتعلم. خامسا، كثيرا ما يشكو الناس من الفراغ. إن الطلب العلم يملأ عليك الفراغ كله. شفت واحد السيد في واحد الندوة شيباني عنده 95 عام، قالوا له الله يرحمه والديك أنت الشيطان يعني كي، قال لهم أنا لا يحضرني الشيطان أبدا لأنني في محراب طلب العلم حتى ألقى الله. ما في كشف قافش، ما في كشف. من سلك طريقا يلتمس فيه علم سهل الله به طريقا إلى الجنة. هي تمام الجندية أن يعيش الإنسان طالبا للعلم. إن الملائكة لتضع أجنحتها على طالب العلم رضا بما يصنع، وإن دماء الشهداء توزن بمداد العلماء فترجع كفة مداد العلماء، لأن دماء الشهداء ما سفكت للحق إلا لوجود علماء رغبوهم في الشهادة ونيل المراتب العليا عند الله، ولولا مداد العلماء ما خرجت في الأمة شهداء. هذه القضية دي طلب العلم تمر بها الوقت. سادسا، أن وليدتنا أنت اليوم واللي مشغولين بالانترنت والتصور، أكبر لضياء ملكة حب طلب العلم هو الصور، مسلسلات، أفلام، برامج. يعني خلي سامي يقدرش جاي يحل كتاب والآن جاء الانترنت، وفين يمشي الانترنت؟ الشاط والكشاط واللعب بورطابلات. واش ما يدير بهم الناس؟ شوف حتى كيجمع معنا شي ناس وكيدير كيدير راهم يلعبوا اللعبات، يلعب الكره. ميسي راه حتى عنده الهيوبنا الساعات الطوال من المغرب غير الصباح ما يصليش الوقت وهو عاكف على تلك الاصنام. وسائل لو استفادت الامه في كيفية استعمالها فاستعملتها في الخير لنالت درجات عالية في العلم، لكنها أصبحت وسائل للتخدير وللانحطاط. سابعا، أن هؤلاء تربوا في أحضان عائلات ترعرعوا ونشأوا في منازل فيها صالة مونجي، صالة كوشي، صالة دورمير، مرحاض، حمام، ما فيهاش المكتبة. عمرو شرب بابش بتشي كتاب ولا قرآن ولا بتشي قرآن. أمر شفتو شي مسلم الآن منين يدير التخطيط ويدير البلان للدار يدير فيها مكتبة هي الأولى؟ أمر سمعتو شي واحد منين يتكلم للباين يقول له أنا قرأت جاك روسو ولا قرأت الإمام الهيثمي ولا قرأت الإمام كذا ولا؟ يتكلموا على الدفيش. عمرو تكلموا بشي مرجعية؟ رجعوا شي الكتاب وهما يتحدثون مع الأبناء. عمرو الوليدات سمعوا بواتهم أنه إن شاء الله قرأ كتاب كذا في المواعظ، وقرأ كتاب كذا في الحديث، وقرأ كتاب كذا في الأصول، وقرأ كتاب السيرة، وقرأ كذا. ناضوا هكذا شافوا بهم غادي جاي داخل خارج ويهضر في الدفيش وراه مدفاشة. تعرفوا في أوروبا السيد في الطيارة يقرأ، في الكتاب يقرأ، غادي الخدمة يقرأ. العرب ما ينجو كتب ما يقرأوا. ولذلك الميزانية في العالم العربي ديال البحث العلمي هي أضعف ميزانية، وأن ما ينتج في إسرائيل وحدها في المجال نتاع
الإنتاج العلمي والبحث العلمي يفوق ما تنتجه الأمة العربية والإسلامية وقاطبة ومجتمعة. إسبانيول بوحدها صدر فيها من الإنتاج الفكري أكثر ما صدر في الدول العربية والإسلامية 7 قرون اللي دارته هي فعلا من الدول المتخلفة في أوروبا. ولكن إحنا رحنا التوالى رح ماشي زعما رحنا زعما رحنا مظلومين رحنا نستحقوها عن جدارة. إحنا التوالى عن استحقاق بجدارة واستحقاق. ولذلك إحنا حتى اللي عندنا شي علماء ومتميزين ما عندهمش البيئة اللي تسربهم وتمتصهم. كيف بان شي واحد يمشي تما يقولوا له نعطيك راح تمشي توزع النخالة ونوظفوك والشيخ يحكم فيك. حتى لي وليت تما تلاقيت في امريكان واحد مختص في النووي مغربي كيطلب منه البنطاغون باش يخدم معه وقال لك اودي لا استطيع ان اعمل معه لانني استفتيت علماءنا فقال انك بذلك ستدخل في معارك ضد امتك وتكون انت. ولذلك هو مشى جا المغرب بغى يخدم جاب المسائل تاعه ان شاء الله ما في دو غير ولا. هذا مثال واحد من امثله كثيره. يعني حتى اللي عندنا قاريا ولا ما عندهمش الا بقى شي واحد هنايا وبقى شويه واخا قاري غير شويه في اي علم من العلوم وبان شويه واجتمعوا عليه الناس شويه يقولوا له انت راك تخربق لنا ودرت لنا التشويش. حنا البلاد نتاعنا بلاد النشاط وبلاد الشيخات وبلاد كذا الله يرحمهم اللي خاطينا بهذا التفيش ديالك انت يا. بغيت انت اللي تدخل الجنه بغيت انت لك. حنا عندنا الحمد لله المغرب منفتح ومنبطح وهو بلد السلام والتسامح والضيافه الكرم والضيافه وحسن الوفاده صافي. ما عندناش حنا ما عندناش البيئه التي تمتص هذه العقول. ولذلك فهنالك اكبر هجره للادمغه هي من الجنوب الى الشمال. تمشي لفرنسا وتمشي مثلا لألمانيا وتمشي لأمريكا وتمشي للسبيطارات وتمشي شكون السف ما رؤساء الأقسام شكون هم؟ الجراحين الكبار رؤساء الأقسام شكون هم؟ مغربي سوري جزائري تونسي عراقي بن عمي الجهبي ذا بالله العلي العظيم الفلسطينيين بابا بابا اللبنانيين كاملين الناس. لكن هنا ما قادرينش ما إذا فالأسباب كثيرة أسباب ذاتية وأسباب موضوعية هي التي جعلتنا نبتعد عن القراءة. فإذا أردنا أن نعود للقراءة فعلينا أن نصمم حياتنا من جديد ليس على مستوى الأفراد ولكن على مستوى الأمة ككل لتعيد إلى نفسها دورها الريادي الذي أناطه الله بها وهو الشهادة. كيف قال سيدي ربي سبحانه عز وجل ربي جعلكم شهداء على الناس باش بالجرم. كيف تشهدون على الأمة كيف تشهدون على الأمة وانتم ما انفصلتوا عن الكتاب؟ وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء. انتم متابعين في كل شيء بغيتوا تشهدوا لا يمكن لا يمكن. ولذلك نسأل الله تعالى سبحانه أن يبصرنا بعيوبنا وأن يعيدنا بإذن الله تعالى عودا طيبا مباركا إلى كتاب الله الذي هو الحافز الأكبر الذي يحفزنا على القراءة لأن القراءة فريضة. قال تعالى قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. وقال تعالى يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. وقال شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط. روى الترمذي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال طلب العلم فريضة على كل مسلم. وصلى الله على حبيبنا محمد.